مجلس الامن يصوت اليوم على قرار لتمديد تفويض ادخال المساعدات لسوريا والخيار بين سته اشهر او عام واحد. الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثيه في البيضاء ورئيس الاركان يؤكد ان المعركه لن تنتهي بسقوط موقع او اثنين. الجيش العراقي يعتقل متورطين بالهجمات الصاروخيه وتقرير يعلن عوده الفرقه التي القت القبض على صدام حسين نزيف العمله اللبنانيه يتفاقم وتقارير تكشف عن سحب حزب الله موارد الدوله بحجه مكافحه الفساد ومع اعلان طالبان سيطرتها على غالبيه الاراضي الافغانيه العديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. مشاهدينا الى حلقه اليوم من استديو الحدث ساعتان نفتح فيهما اهم الملفات ونتناول تحليلا اهم الاحداث يصوت مجلس الامن الدولي اليوم على قرارين لتجديد تفويض وصول المساعدات الى سوريا عبر الحدود وافادت مصادر دبلوماسيه بان روسيا قدمت لشركائها الاربعه أول 14 في المجلس مشروع قرار لتمديد مهلة إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر، وأضافت المصادر أن المندوب الروسي طلب بالتصويت على مشروع القرار المقدم من بلاده اليوم، وياتي مشروع روسيا مكملاً لمشروع قرار إيرلندي ونرويجي لتمديد مرور المساعدات الإنسانية مدة عام كامل عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا. هذا وحملت مفاوضات الجولة السادسة عشر في إطار مسار السنة التي اختتمت اعمالها نتائج متواضعه ومشابهه للجولات التي سبقتها دون التوصل لاتفاق حول ادخال المساعدات الانسانيه عبر المعابر الحدوديه وحرص البيان الختامي على محاوله ارضاء اطراف ضامني وقف النار روسيا وتركيا وايران وكرر عباره الالتزام بسياده سوريا ووحده اراضيها التي تكررت في كل بيانات مسار استانا مؤكدا على اتفاق البلدان الثلاثه على مواصله مكافحه الارهاب والمخطط الانقسامية وهي العبارة التي تصر عليها كل من إيران وتركيا عادة وعند الحديث عن إدلب شدد ضامن أستانا على ضرورة دعم التهدئة على الأرض تغيرات اللحظة الأخيرة شهدها مجلس الأمن قبل تصويت اليوم على قرار تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود والأنظار لا تزال متجهة إلى روسيا الممسكة بالكلمة الفصل سيناريو تغيرات هذه جاء على الشكل التالي أيرلندا والنرويج قدمتا مشروع قرار يطالب بتمديد اعتماد معبرين حدودين فقط بدلا من ثلاثة معابر أما ما يتعلق بالمطالبة بإحاطة شهرية من الأمين العام وتقرير مفصل كل ستين يوما على الأقل حول تنفيذ القرارات وحجم المساعدات التي يتم تسليمها عبر الحدود، فقوبل هذا المشروع برفض من واشنطن بداية وهي كانت تريد ثلاثة معابر تشمل إضافة إلى ما سبق معبر باب السلام مع تركيا، كما رفضت موسكو مشروع القرار الأيرلندي النرويجي وانسحب وفدها من الاجتماع التفاوضي بعد تقديمه، ما دفع واشنطن إلى تقديم تنازل إضافي وأخير تمثل بحذف معبرين من القائمة والاكتفاء بمعبر باب الهوى على الحدود. مع تركيا على امل توفير ارضيه مقبوله لروسيا لتمديد العمل بالقرار الدولي وعدم خنق مناطق شرقي الفرات من جهتها روسيا تمسكت حتى اللحظه بعدم تجديد القرار وعبور المساعدات عبر دمشق حصرا مع ربط الملف باعاده الاعمار والعقوبات المفروضه على نظام الاسد لكنها فاجات المجتمعين بمشروع قرار جديد قدمه الوفد الروسي حدد تجديد بمعبر باب الهوى مع اختلاف المده الزمنيه التي تقتصر على سته اشهر بدلا من عام كامل، لكن موسكو ربطت تجديد تلك الاجراءات بما سيرد في تقرير الامين العام عن شفافيه العمليات ليبقى الرهان الغربي على كلمه موسكو اولا واخيرا. بين استخدام حق نقد الفيتو ضد مسوده القرار الدولي ام انها ستمدد قرار تشغيل معبر باب الهوى لسته اشهر او سنه. علما بان موقف بوتين بهذا الشان سيحدد مستقبل العلاقات الثنائيه مع الولايات المتحده حيث وصف التصويت بانه اختبار امريكي لروسيا. حول هذه الجلسه المنتظره اليوم مشاهدينا ان كان الخيار سيكون سته اشهر ام عام كامل وماذا عن الربط الروسي السابق للملف باعاده الاعمار من جهه وتعويم النظام من جهة أخرى من موسكو ينضم إلينا السياسي الروسي السيد فتشلاف ماتازوف مرحبا بك معنا سيد ماتازوف إلى استوديو الحدث وجلسة اليوم منتظرة لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود ويبدو لا خلافات جوهرية قبل الجلسة كيف تنظر إلى كل التصريحات حتى اللحظة؟ وجهة النظر الرسمية لروسيا الفيدرالية أعلن أنها ممثل الروسي نيبينزا عند مناقشة مشروع نرويجي في مجلس الأمن وهذا الموقف واضح تماما أن روسيا لا تؤيد فكرة ممرات الإنسانية إلى سوريا من الخارج بأي شكل من الأشكال وجهة نظر الممثل الروسي كان على ما يلي أن هذه الممرات فتحوا عندما كانت السلطة والحكومة السورية تسيطر على ثلث الأراضي أراضي الدولة السورية وكانت أغلبية الأراضي كانت يسيطرون فيها يا قوات قوات الداعشية يا منظمات الإرهابية أخرى واليوم تغيرت بعد المرور الوقت تغيرت الوضع في الميدان وهذا هو السبب اليوم السلطة السورية معترفة دوليا لازم يسيطر على كل الأراضي وهذا اتفاق أستانا تشير بكل الوضوح أن سوريا لا يمكن أن ننظر فيها كدولة منقسمة وليست نوايا لأي أطراف أجنبية لتقسيم الدولة السورية ولذلك كل مساعدات إنسانية لازم أن يكون تحت رقابة الحكومة السورية حكومة شرعية ولذلك روسيا عبرت عن هذا موقف خلال مناقشة في مجلس الأمن ولكن كحل الوسط وافقت على تمديد النظام السابق لممرضة هذا آه لمدة ليس سنة لمدة ستة أشهر فقط لأن خلال هذه الستة أشهر آه يعطي مهلة لأمريكان ولتركيا اللذان لا يعترفان شرعية سلطة سورية ولا يحب أن يتعاون مع الشعب السوري يحاول أن يستفيد من ممرات لتزويد الـ بضايع وزخائر وامدادات لمنظمات الإرهابية يا في إدلب يا في الضفة الشرقية لنهر الفرات ولذلك برأي الروسي هيمنة وسيطرة الحكومة السورية على كل الممرات وعلى كل البضايع الذي يرسل إلى سوريا بغض النظر أن ممر هذا أو مطار دمشق لازم ان يكونوا تحت رقابه السلطات المسؤوله بدون السلطه المسؤوله هناك خطر تقسيم الدوله هذا هذا من وجهه النظر السوري الروسيه عفوا وجهه نظر النظام يعني لا يمكن أن نتحدث الآن أنه إغلاق هذه المعابر سيغلق باب التقسيم في سوريا سوريا اليوم مقسمة بالفعل بالأمر الواقع ولكن قبل ربط ذلك كما تقول روسيا بتقرير الأمين العام عن شفافية العمليات ما الذي قصدته بذلك؟ وماذا عن أنه اختبار أمريكي لروسيا؟ العلاقات الأمريكية الروسية هذا ليس اختبار روسيا، هذا اختبار النوايا الامريكيه. مم. لانه اذا هناك فعلا عند امريكا والدول الغربيه ليست امريكا فحسب، اذا اخذت موقف ما امريكا بكره كل دول موالية لامريكا بما فيها اوروبا يندموا لهذا الموقف. لذلك اذا نحن اليوم ننظر على ما يجري يعني هذا انه هناك محاولات مباركة التقسيم تقسيم الان اين موقف الامريكي في الضفه الشرقيه لنهر الفرات؟ يدعمون المنظمات متطرفه من منظمات الكرديه اذا هناك منظمات معتدله كرديه تقترب من السلطه السوريه من دمشق فورا ضغوطات الامريكيه يفرض عليهم ضروره قطع اي علاقات مع السلطه السوريه ونفس الشيء مع ادلب مع ادلب في اتفاق اردوغان بوتين اتفقوا حل القضيه الادلب بطريقه سياسيه اكدوا هذا الفكره من خمسة عشر بنود خلال بعد اللقاء الاخير في نور سلطان صحيح ذكرتم هذا الان ولكن تركيا لا عملت شيئا ليضعوا لي يو... لي هي تحرير الشام نصر سابقا والمنظمات إرهابية أخرى ليسيطروا على محافظة إدلب عمليا على الأرض هي لا يعمل شيء وافقت تركيا عن ضرورة اتخاذ تت... 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 التدابير لمعالجة هذا الموضوع ننتظر نصف سنة أعطوا لتركيا أعطوا لأمريكان يفكروا كيف يحل هذا المشكلة؟ مشكلة احترام السيادة الدولة العربية اسمها سوريا بغض النظر عن طبيعة السلطة فيها، طبيعة السلطة فيها خلينا نتركه على السوريين ومناقشة دستور الجديد، انتخابات الجديدة وكل هذا الجهود المجتمع الدولي متركز على إنسح على الفرصة لشعب سوريا أن يعبر إيراداتها إذا أمريكا تحاول أن يفرض إيراداتها تركيا إرادتها هذا يعني هم يؤيدون التقسيم روسيا لا تؤيد ولا بشر أسد كشخصية لا نظام سوريا كنظام أما حافظ على أن تبقى سوريا دولة الموحدة ذات السيادة مع الوحدة الإقليمية ولذلك صراع هنا صراع سياسي سننتظر صراع جلسة اليوم مع سيد ماتازوف وإن كان الخيار ستة أشهر ستة أشهر اه ستة أشهر يعني مشروع القرار أعين. الروسي هو الذي سيمرر من خلال هذه الجلسة. على كل من موسكو المحلل السياسي الروسي السيد فتشسلاف ماتازوف شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. تتابعونا في سجل الحدث أيضا بعد قليل البنتاغون يعرب عن قلقه من استهداف ميليشيات موالية لإيران جنوده بالعراق وسوريا الاحداث قليلا ثم تفاجئنا. ايقاع يتسارع ويتباطا لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكه من المراسلين حول العالم. مع اهم المحللين والمختصين بالشان العربي والعالمي دراسه وتحليل موضوعي لاهم احداث اليوم. الأخبار الليلة يوميا الخامسة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث نزلنا من الغصف ونهزمنا من الطيران والحجينا هين صار كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسرقها الجوع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول مشاهدينا نبقى مع اخر التطورات الميدانيه في معركه البيضاء، حيث افادت مصادر الحدث بتواصل الاشتباكات العنيفه بمختلف انواع الاسلحه في جبهه ذي ناعم غربي مدينه البيضاء لليوم الثاني على التوالي، كما تجري اشتباكات داخل مركز مديريه الزاهر بعد تسلل عناصر من ميليشيا الحوثي لمنازل المواطنين وتحصنهم داخلها، هذا واكدت مصادر ميدانيه مقتل عشرات الحوثيين خلال الساعات الماضيه واسر قاده ميدانيين تابعين لهم من جهتها شنت مقاتلات التحالف سلسله غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين ومواقع تابعه لهم وصدت جبهه الحازميه وصومعة هجوما عنيفا شنته الميليشيات. قال الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئه الاركان اليمنيه قائد العمليات المشتركه لصحيفه الشرق الاوسط قال ان المرحله القادمه حافله بالكثير من الانتصارات معتبرا العمليه العسكريه الحاليه في محافظه البيضاء رساله على غطرسه ميليشيا الحوثي ومطمئنه لليمنيين بان مارب يستحيل سقوطها وأوضح الفريق بن عزيز أن مأرب المدينة الآهلة بالمدنيين وملايين النازحين سقط عليها خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من ستين صاروخا فلسطينيا والعشرات من المسيرات الانتحارية ويرى رئيس هيئة الأركان اليمنية أن الوقت حان لوحد أبناء اليمن جهودهم وإمكاناتهم لمواجهة هذه الشرذمة العميلة الحوثية تحت قيادة الشرعية، لافتا الى ان العملية العسكرية الحالية في البيضاء دليل واضح على التحام كل القوى الوطنية، وقال الفريق بن عزيز للشرق الاوسط قال اننا نقدر تقديرا عاليا دور التحالف الاحترافي في اليمن، وما يقدمه من دعم واسناد في المعركة التي تعتبر مصيرية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور علي الصراري المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني والقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني مرحبا بك معنا دكتور الصراري لسجور الحدث وكيف تقيم حجم التقدمات خاصة في محاور ناطع والزاهر وذي ناعم والصومع صباح الخير لك سيدتي وللمشاهدين الكرام حقيقة ان معركة البيضاء هي تقدم اتجاه جديد لسير المعارك مع الجماعة الحوثية. كانت خلال الفترة الماضية الجماعة الحوثية قد ركزت المعركة بشكل كامل في محافظة مأرب. و يعني كان كانت خطتها في الاساس هي الوصول الى المدينه والاستيلاء عليها بل والاستيلاء ايضا على يعني المنشات يعني النفطيه في المحافظه. ولكن الان معركه البيضاء في الواقع هي لم يعني تؤكد انه يعني اولا فشل خطه الحوثيين في الاستيلاء على مارب بل وتؤكد حقيقه اخرى وهي ان البيضاء المحافظه المحاذيه لمارب والتي تتمتع باهميه استراتيجيه ايضا يعني ايضا يعني في طريقها للسقوط بيد قوات الشرعيه وفعلا الان قوات الشرعيه هي تطوق عاصمة المحافظه البيضاء واذا ما يعني وخلال الايام القادمه ان شاء الله تكون قد استكملت السيطره على عاصمه المحافظه وهذا معناه ان هناك تحول كبير في اتجاه المعركه. انا اعتقد ان مجموعه من الحقائق ينبغي استخلاصها من هذه المعركه وهي ان يعني اولا لا ينبغي تمكين الحوثيين من التفرد في اتخاذ قرار او تحديد اين تكون المعركه و يعني هم كانوا يستفيدوا من جمود المعارك في الجبهات المختلفه ويركزوا قواهم في معركه واحده الان ينبغي فعلا يعني ان ان تقوم قوات الشرعيه وبدعم من التحالف العربي بفتح جبهات عديده الامر الذي سيؤدي الى تشتت قوى الحوثيين وبالتالي عجزهم عن ان يحققوا مكاسب على الارض اعتقد ان معركه البيضاء تقدم دليل دليل على هذا الحقيقه الثانيه هو توحيد أصدق. وكان قد اشار اليه رئيس هيئه الاركان هو انا اعتقد انه هذا يعني امر في غايه الاهميه الان المعركه ينبغي ان تكون معركه واحده تخاض تحت عنوان واحد وهو اسقاط الانقلاب واستعاده الدوله وفي هذا الأمر ينبغي أن تشترك كافة القوات بدون استثناء يعني ربما يكون لدينا طموح طموح مشروع الآن هو أنه تتوحد هذه القوة تحت قيادة موحدة لأن المعركة في النهاية أنا أعتقد هي معركة وطنية لاستعادة الدولة وهذا أمر يهم كل اليمنيين بدون استثناء وإذا يبقى أنه يعني ينبغي أولا توحيد القوى التي تخوض المواجهة مع الـ 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 الانقلاب الحوثي وفتح جبهات مختلفة وفي أكثر من منطقة وأعتقد بأن هناك إمكانية لفعلا فتح جبهات أو هي جبهات قائمة والصراع فيها دائر ولكن ينبغي فعلا تصعيد المواجهة فيها هذا هو الأمر الذي سيؤدي إلى أن الحوثيين يعني يشعروا بأن قدرتهم طيب دكتور على تحقيق مكاسب عسكرية أمر غير وارد. استعادة البيضاء لي. إلى أي درجة تعزز من الأوراق التفاوضية بالنسبة للشرعية من جهة وتجبر الحوثي على التنازلات السياسية من جهة أخرى في حال رضوخهم لأي مفاوضات قادمة. اسمحي لي ان اقول هنا بان المعركه لاستعاده البيضاء لا ينبغي ان تكون معركه تكتيكيه من اجل يعني الوصول الى يعني موضوع التفاوض هذا الامر الان بيد الحوثيين هل يقبلوا بالسلام؟ الامر مطروح امامهم ولكن من الناحيه المقابله ينبغي ان نخوض المعركه معهم في هذه اللحظه من اجل استعاده اليمن كلها أما إذا رضخوا لدعوات السلام فأنا أعتقد بأن الحكومة الشرعية والتحالف العربي على استعداد تام لحقن الدماء ولكن استخدم هذا التكتيك الحوثي سابقا الجميع. في معركة الحديدة مع قرب اكتمال السيطرة هناك كان الحوثيون منفتحون على أي مفاوضات قد تخرجهم من مأزق الحديدة فكانت ستوكهولم لم ينفذ منها شيء دكتور سراري وهذا ما ينبغي ان ان يؤخذ بعين الاعتبار، لا ينبغي باي حال من الاحوال تمكينهم من من ممارسه لعب من هذا النوع. يعني معركه الحديده كان انا في تقديري اذا كان يعني حسمت معركه الحديده كانت ستحسم معها معركه صنعاء لان الحوثيين من خلال الحديده يحصلوا على السلاح ويحصلوا على التمويل و يعني استطاعوا ان يجمدوا هذه الجبهه المهمه التي تتواجد فيها قوات واسعه وبالتالي ذهبوا الى تركيز هجومهم على محافظه مارب. هذا الامر لا ينبغي ان يتكرر مره اخرى. طيب. فعلا الان المعركه في في البيضاء المطلوب الان هو توسيع هذه المعركه وأيضا تحريك الجبهات الأخرى وبعد ذلك إما أن يكون هناك توقيف حقيقي لإطلاق النار ويعني ليس بالشروط التي يطرحها الحوثيين ولكن وفقا للمبادرة الأممية التي وضعت خيارات أنا أعتقد بأنها خيارات عملية وبالتالي يعني سيكون في هذه الحاله يعني يمكن ان يعني الدخول في عمليه السلام ونحن مطمئنين الى انها ستفضي الى نتائج حقيقيه، اما اذا كان نمكنهم من لعب تكتيكيه فانا اعتقد انه سيتكرر ما حدث في الحديده وسنجد ايضا بان الحوثيين يعودوا مره اخرى ليجنوا مكاسب على الارض في الوقت اللي يعني نظل نراهن على مشاريع لا تحقق او لا تؤدي الى الى اي نتيجه من القاهره الدكتور علي السراري المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني شكرا جزيلا لك على هذه الاضاحه اعلنت قياده العمليات المشتركه التوصل الى نتائج مهمه حول الهجمات التي استهدفت قاعده عين الاسد والمنطقه الخضراء واربيل واعتبر المتحدث باسم قياده العمليات المشتركه لواء تحسين الخفاجي اعتبر ان هذه الهجمات خرق امني مؤكدا أن هناك إجراءات مضادة أضاف الخفاجي أن تحقيقات متقدمة حول هجوم أربيل ستسرع القبض على المتورطين لافتا إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد تم بواسطة 14 صاروخا وأن الشاحنة التي استخدمت بقصف عين الأسد كانت محملة بالطحين ومواد غذائية لتمويه كما كشف الخفاجي عن اعتقال كثير من المتسببين بالهجمات والمتورطين معهم من جانبها اعلنت وزاره الدفاع الامريكيه اعلنت انها قلقه جدا جراء سلسله هجمات استهدفت جنودا امريكيين في العراق وسوريا في الايام القليله الماضيه وقال المتحدث باسم البنتاغون في رد على سؤال للحدث: "قال ان تلك الهجمات تعد تهديدا جديا موضحا ان قوات بلاده كانت محظوظه لان شخصين فقط اصيبا بجروح طفيفه خلال هجمات شنت عليها واستخدمت فيها اسلحه فتاكه" كشف مسؤولون عسكريون امريكيون نقلا عن صحيفه ذا جازيت كشفوا ان الوحده فورت كاريسون في الجيش الامريكي التي ينسب لها الفضل في القبض على صدام حسين ستعود الى العراق لتعزيز جهود مواجهه تنظيم داعش حيث ستحل الوحده عوضا عن وحده الحرس الوطني العامله هناك والتي ستنسحب وتعود الى امريكا ضمن جدول زمني محدد وتضم الوحده اربعه الاف مقاتل ومجهزه بشكل استثنائي لحمايه القوافل وطرق الامداد وقال قائد الوحده ان قوه فورت كاريسون متعدده الوظائف مجهزه بكل شيء من المدفعيه وطائرات الاستطلاع بدون طيار الى المطابخ المتنقله والمرافق الطبيه من بغداد ارحب بضيفي السيد معن الجبوري المستشار في وزاره الدفاع العراقيه سابقا مرحبا بك معنا سيد معن الى استوديو الحدث وعوده الفرقه المسؤوله عن اعتقال صدام حسين للانتشار في العراق ما الذي تضيفه هذه الخطوه على المشهد الامني هناك طاب يومك ست اسابيع والساده المشاهدين واضح ان هناك تغيير في تكتيك السياسه الامريكيه اتجاه العراق وحتى افغانستان هذا الامر ينعكس ايضا، كون ان العمليات العسكريه التي كانت متبعه في السابق ونتحدث عن العراق لم تحقق اهدافها المرسومه في الجداول الزمنيه التي حددتها الولايات المتحده الامريكيه للقضاء على الارهاب ولتحجيم دور حتى الفصائل المسلحة التي تعدها خارج عن القانون وتهدد المصالح الأمريكية هذه القوات كورت فرسال هي حقيقة هو معسكر أمريكي في ولاية كولورادو يضم جميع صنوف القوات المسلحة في أمريكا ويمتلك خبرات عالية جدا تأسس عام 1942 كما هو معروف وطبعا اشترك في جميع المعارك في العالم سيدتي الفاضلة هذه معلومة مهمة هذه القوات اشترك لا توجد معركة في العالم نحن نعلم أنه في السابق كان هناك الحرب الباردة وكانت حروب بالنيابة بين الاتحاد السوفيتي المعسكر الاشتراكي حلف وارشو وبين المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا وحلف الناتو لا توجد معركة في العالم لم تشترك بها هذه القوات كورت فارسال حسب الصنوف وحسب الاختصاص ما تعتمد على الدقة والمعلومة الاستخباراتية والضربات النوعية التي تؤثر لذلك هي ساهمت نعم في إلقاء القبض على رئيس النظام الأسبق صدام حسين وكانت تعمل في العراق بشكل مباشر عليه هذا التغيير يعتمد على أن هناك مؤشر بعد أن تقلص عدد القوات الأمريكية الحالية الذي كان إلى حد قبل بضعة أشهر خمسة آلاف أصبح الآن ألفين وهناك أيضا مفاوضات استراتيجية بين الحكومتين العراقية والأمريكية لتقليص العدد أو إعادة انتشار لا بد من أن تعوض هذه القوات بطريقة أخرى أي لا تحتاج الى وجود عسكري واسع الانتشار لان نحن نعلم ايضا حلف الناتو لديه مفاوضات مع العراق في ان تزداد عدد قواته لمساعده الجهد العسكري والامني والاستخبارات في العراق، اذا وصول هذه القوات الى العراق هو يؤشر الى ان عمليات نوعيه ستحدث بالضبط هذا هو السؤال وتغير في التكتيك العسكري وتغيير هذا التكتيك العسكري بالنسبه لواشنطن ما هو انعكاسه على تصرفات الميليشيات هناك؟ حتما هي رساله مقروءه واضحه بانه كل طرف يهدد المصالح الامريكيه، يهدد الوجود الامريكي، سيكون معرض لان يصبح هدفا مباشرا الى هذه القوات والا يعني ما الرساله من ارسالها وما الجدوى التي تراهن عليها امريكا في هذا التغيير المهم ولكن كيف ستتعامل الفصائل التكتيك. المواليه لايران مع هذه الرساله، مع تغير هذا التكتيك الامريكي؟ هي بدات بالاساس في السيناريو الافغاني زياده الهجمات على القوات الامريكيه والاجنبيه للدفع بالتعجيل لانسحابها، اليوم تغيير التكتيك الامريكي كيف سينعكس على تصرفاتها؟ حتما سيتغير أيضا حتما الحالة هذه لا يمكن أن تدوم لأن هو هدف أمريكا تغيير التعامل مع هذه القوات يعني عندما يتم استهداف قيادات عندما تضرب مقرات عندما يتم اصطياد الكثير من الـ 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 المعسكرات ومخازن العتاد وقوات الانتشار لهم. حتما عندما تكون هناك خسائر كبيرة ستتغير المواجهة. هذه الفصائل هذه الميليشيات لا يمكن أن تعطي أيضاً نفسها طعما سهلا إلى القوات القادمة كورت فارسال من أمريكا وحتما ستتخذ تكتيك جديد وبالتالي هنا سيكون أيضا رسالة إلى الجانب الإيراني بأنها لن تكون قواتها في منأى الأذرع أقصد التي الموالية إلى إيران في منأى عن أي تصرف رد فعل أمريكي مباشر ولدينا دالة على ذلك عندما تم اغتيال قاسم سليماني في العراق ومن ثم علماء ايرانيين في مجال الطاقه والذره والصواريخ حتى في داخل ايران لذلك طبعا هناك تغير في المعادله وحتما ستكون النتائج اكثر ضررا واكثر ايلاما لكون امريكا ادركت أن هذه المعادلة عملية الفعل ورد الفعل والمسيرات والكاتيوشا لا يمكن أن تحسم لأن الإمكان بهذه الطريقة المتبعة التقليدية أي الفعل ورد الفعل خصوصا نحن نعلم أن منذ مجيء بايدن حتى الآن هناك أكثر من خمسين ضربة وجهت إلى الجانب الأمريكي وكان هناك رد ردان فقط من أمريكا واحد في شهر شباط في فبراير والآخر قبل أيام على الحدود العراقية السورية هنا المعادلة ستتغير في قادم الأيام وحتما سيكون لها نتائج أخرى من بغداد السيد معا لجبوري المستشار في وزارة الدفاع العراقية سابقا شكرا جزيلا لك في استوديو الحدث ايضا بعد قليل صيدليات في لبنان تبدا اضرابا اليوم عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على اخر. ما يهمنا ان نبقى نقطة تواصلك مع الاحداث 24 ساعة. من مكان الحدث. من قلب الحدث. بالدقة والتفاصيل التي تهمك. حتى تقوم بالقرار السليم عليك ان تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا 65 ألف انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة 84 طائرة بدون طيار 15 صاروخ بالستي. ما هي الأجواء الأمنية على الحدود الضغمه السياسيه الحاكمه التي اوصلت لبنان لا مساعدات ماليه ستحول الا بتنفيذ ووجود حكومه ياخذ هو في العراق منحا خطيرا احتلال مناطق جديده في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا في تونس امتدت احتجاجات عنيفه هل لمستم نيه اثيوبيه حقيقيه؟ في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضه، ما هو الوضع الان وما السيناريوهات المتوقعه لليوم؟ الجانب الليبي من جهه الشرق لم يتلقى اي معلومه، لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعه الا بعد ان يتم تحرير مدينه الحديده اخبار عاجله ترد الان، سعوديه تعترض مسيره مفخخه مشاهدينا إلى آخر التطورات في لبنان حيث أنه قبل ساعات على بدء إضراب عام في صيدليات لبنان أصدر مجلس نقابة الصيادلة بيانا يدعو إلى تأجيل الإضراب وبالتالي فإن عددا من الصيدليات لن يلتزم بالإضراب الإضراب العام الذي سينفذ على ما يبدو جزئيا كان للضغط باتجاه إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي، وأوضح بيان لأصحاب الصيدليات، أوضح أن الإضراب يأتي بعدما حصر مصرف لبنان الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة، كما يأتي بعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية. من بيروت للمزيد ارحب بالزميل محمود شكر مرحبا بك معنا محمود واليك وهل يبدو ان الاضراب سيكون جزئيا في لبنان اليوم نعم. نعم بداية سأذهب بهذه الصورة التي نحن فيها تفضل. أحد شوارع العاصمة بيروت في المزرعة والتي تعبر عن واقع الأزمة التي وصلت إليها الواقع اللبناني وهي صورة مختلطة ما بين أزمة البنزين من يميني وأزمة الصيدليات من شمالي أنت بين الأزمات يعني يا محمود. تشاهدين في هذه الصورة نعم ونحن ما بين الازمتين وكما تشاهدين معي في الصوره نحن هنا في الصيدليه حيث مكتوب على هذه الصيدليه التي اغلقت ابوابها اضراب، حاولت ان اتحدث مع الصيدلي في الداخل فرفض الحديث معي ولكنه قال حسب ما علمنا من احد الاشخاص الذين كانوا يجلسون هنا وزاحه منذ بعض الوقت الى ان هذه الصيدليه ستفتح مع الساعه الثانيه ظهرا تقريبا يعني بعد حوالي ساعتين من هذا الوقت، اما الصوره الاصعب والمؤلمة والأصعب من حيث الشكل والمضمون والتي أطلق عليها الإعلام اللبناني صورة الذل هي التي تشاهدينها الآن لعشرات من المواطنين والشباب أمام محطة البنزين لكي يحصلوا ولو على صفيحة واحدة أو خمسة لترات أو عشرين لترا من البنزين ولكن أما الخبر الأساسي الذي نحن خرجنا إليه فهو هنا حيث تتمركز هذه القضية وكما تفضلت معي في المقدمة الى ان الاضراب فعلا هو بدا وهنالك المساله تنقسم الى جزئين الجزء الاول المتمثل بنقابه الصيادله في لبنان حيث نصح نقيب الصيادله اصحاب الصيدليات بان لا يذهبوا الى الاضراب لان هذه المساله بغايه الخطوره على المستويات وتحديد المستوى الانساني فكيف انت تضربين بوجه من اراد حبة الدواء ان يقف ويجد هذه الصيدليه مغلقه منذ بعض الوقت اشار النقيب في اتصال مع احد وسائل الاعلام اللبنانية إلى أن الأزمة ستذهب إلى الحل مع مطلع الأسبوع القادم. وأما الصورة على الساحة اللبنانية فاننا قمنا بجوله في العاصمه بيروت ان جل الصيدليات في العاصمه بيروت هي مغلقه، في طرابلس لبنان اختلف الوضع، المشكله الاساسيه تكمن في الاعتداءات على الصيادله وعلى اصحاب هذه الصيادله فهم طالبوا بحمايه امنيه، في منطقه جنوب لبنان وتحديدا في النبطيه الالتزام هو كلي، اما في صيدا فهو يختلف من صيدليه الى اخرى وكذلك الامر في منطقه البقاع هذه المساله هي احدى اوجه الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه السياسيه النقديه التي يعيشها لبنان وهي مثل ابريق الزيت يعني الكل كان يترقب منذ اشهر ان نصل الى هذه القضيه كنا في مباشر قبل هذا المباشر من منطقة برج البراجنة أحد الأحياء في العاصمة بيروت وقلنا إلى أنه في الأزمات التي تعصف بالشعوب والمدن والبلدات والقرى يتفق الأطراف الذين يتنازعون على فتح ممرات لإجلاء الجرحى أو لتقديم الدواء ولكن في لبنان حتى هذه الساعة لم يتفق المصرف المركزي مع الشركات المستوردة مع الصيادلة على تأمين حبة دواء حتى أن الأمر وصل إلى أنك تبحثين في العاصمة بيروت على حبة إسبرين أو علبة إسبرين التي سعرها لا يتجاوز الخمسة ألاف إلى العشرة ألاف ليرة لبنانية وأنت لا تجدينها هنالك يعني كم هائل من العمليات المتداخلة ما بين وماذا عن سعر آه صرف العملة إلى السماء. بحسب الأخبار أنه يشهد انهيار جديد يعني كم وصل محمود الانهيار يشق طريقه صعودا من دون اي ضوابط، بدا ما قبل الامس بالانهيار القوي 17000 17500 18 19, 19 الان نتحدث على عتبه ال 20 في حين اننا ندخل مع نهار السبت والاحد كل الاوساط النقديه في لبنان وليس من باب التهويل او الفزع او كب الشائعات في المستوى اللبناني يقولون ان الدولار ليس له حدود حتى يقف او ليس له هنالك افق لعمليه الهدوء وهو يشق صعودا طريقه نحو الاعلى في ظل الازمه التي تعصف بلبنان وتحديدا الازمه في قضيه الوزراء وايضا الرئيس المكلف التي حتى هذه الساعه ليس لها أفق حل مع الإشارة إلى أن الحديث طغى في اليومين الماضيين عن قضية اعتذار للرئيس المكلف سعد الحريري وهذا برأي أهل النقد وأهل الاقتصاد أن الدولار سيدفع بمزيد إلى الصعود إلى الأعلى من بيروت الزميل محمود شكر شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي أطلعتنا عليها الانهيار المالي في لبنان الى مزيد من التفاقم وسط ازمات سياسيه متلاحقه اوصلت الدولار الواحد الى نحو تسعه عشر الف ليره اليوم تتجه الانظار الى الاجتماع المشترك لهيئه مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري للبحث في طلب رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، في الأثناء رفض وزير الداخلية إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والتحقيق معه في قضية انفجار المرفأ، سياسياً لم يسجل أي خرق على الصعيد الحكومي. مع تلميح الرئيس المكلف سعد الحريري لخيار الاعتذار المتوقع أن يعلنه الأسبوع المقبل بعد أن يكون قد استكمل مشاوراته مع قيادات تيار المستقبل حول المستجدات الجديدة أكد موقع ذا ناشونال نيوز تورط ميليشيا حزب الله بعدد من الأنشطة غير المشروعة وسحبها لموارد الدولة اللبنانية ويوضح التقرير أن الميليشيا تمكنت جزئيا من تغطية آثارها في لبنان فيما يتعلق بغسيل الأموال نظراً لوجود ممثلين لها في وكالات مكافحة الفساد كما أن سيطرة حزب الله على الدولة والحدود السورية اللبنانية سمحت له بتهريب المخدرات والبضائع واستقدام الأسلحة من إيران وانتقد التقرير عدم استخدام سياسي حزب الله لنفوذهم في دفع إصلاحات لتنظيف النظام الذي يفيدهم أصلا بل اكتفوا حسب تقرير بعرض صورة لأنفسهم والحزب على أنهم فوق الفساد ويكافحونه هذا وراء تقرير ذا ناشونال نيوز ان ما يفصل فساد حزب الله عن فساد الاحزاب الاخرى هو دوره في الانشطه العالميه غير المشروعة وقد استخدم نفوذه بوزارة معينة لتحقيق أهداف خاصة كاستغلال وزارة الزراعة لنقل المخدرات مع تزوير أوراق النقل كما النفوذ في الخدمة المدنية أخرى لتوليد الدخل مع حق وصول مدير عام كل وزارة لمنح وأموال مخصصة يمكن توزيعها دون توقيع الوزير بحسب التقرير من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي دكتور حارث سليمان مرحبا بك معنا دكتور حارث إلى استوديو الحدث بداية كيف تعلق اقتراب سعر الصرف من الانهيار لدرجة 19 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد إضراب الصيادلة ولو كان إضرابا جزئيا صفوف الوقود ولا أي خرق سياسي لجهة تشكيل الحكومة مساء الخير إليكم وللمشاهدين هذه مجموعة من الأسئلة بحاجة بحاجة إلى أجوبة قد تمتد لساعات ولكن باختصار شديد الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي في لبنان يمكن يؤدي الى كل هذه المسائل ندره دواء ندره وقود ويعني كل هذا الوضع عمليا بعد انهيار سعر الصرف الليره اللبنانيه بعد تبخر الودائع في في المصارف وبعد تاكل قدره الدوله على الامساك بحدودها وضبط عمليات تهريب السلع والمواد المشروعه وغير المشروعه والمخدرات اصبح يعني لبنان يعني تسود به شريعه القوي والضعيف شريعه الغاب يعني كل يغني على ليلة وبالتالي لم يعد هناك من تامين لاي حاجه من الحاجات الاستيراد او يعني حاجات السوق وبالتالي اليوم يقال انه مصرف لبنان لم لم يقم بتمويل الاستيراد ليس من من يعني من صلاحيات مصرف لبنان ان يمول الاستيراد الاستيراد عاده يتم تمويله من قبل الدوله م. يعني مش من مصرف لبنان وبالتالي الدوله لا لا عوائد لها لديها لا واردات لديها الا واردات النشاطات غير المشروعه لحزب الله هذه الواردات الوحيده التي تدخل لبنان اليوم هل الطرف الوحيد الذي يستفيد من انهيار وتداعي للدولة اللبنانيه هو حزب الله يكرس لنفسه بانه اليوم هو الدوله في لبنان يعني هذا تصويب يعني تصوير للامر مبالغ فيه حزب الله يعني يقوم ب بجني بعض ثمار الازمه لكنه ليس مستفيدا من من الازمه بمعنى انه هو يحاول ان ان يسد احتياجاته على حساب الشعب اللبناني طبعا من الازمه ولكن يعني الكلام انه الوحيد الذي يستفيد من الأزمة هذا كلام مبالغ فيه يستفيد ليس هناك لجهة يستفيد من المحور الذي يمثله حزب الله اليوم لا حلول تطرح من قبله إلا تلك المرتبطة بإيران طيب الموضوع المستوى السياسي غير المستوى الاقتصادي. تفضل. المستوى الاقتصادي حزب الله بواسطه العمليات التي يقوم بها يستطيع ان يؤمن تغطيه مصاريفه بعد شح الاموال التي تاتي من ايران، م. لكنه في ازمه ايضا مع كل اللبنانيين في ازمه. هلا هو قدرته على على التصدي الأزمة او الصمود الازمه هي اكبر من قدره الاطراف الاخرى والاحزاب الاخرى، طيب. هذا صحيح، ولكن طيب لماذا هناك انسداد سياسي في لبنان؟ لماذا هناك انسداد سياسي في لبنان؟ هناك انسداد سياسي في لبنان لانه لبنان جزء يعني من محور تقوده ايران، وكون الملف النووي الايراني ما عالقا في فيينا، وكون العلاقه بين ايران والغرب ما زالت متوتره ولم تجد تجد حلا وكون هناك تصعيد في اليمن وكون هناك تصعيد في العراق فإن إيران بصراحة هي تمنع قيام حكومة في لبنان وبالتالي هي التي تقف وراء جبران باسيل بأن يعظم من شروطه وأن يعني يصعد من مواقفه السياسية ويمنع تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين كفؤين غير حزبيين وما هو حجم الاقتصادات الموازية غير المشروعه التي اليوم تساعد حزب الله في لبنان على التصدي لهذه الازمه الاقتصاديه. عمليا بلغ حجم الاقتصاد الاسود الموازي الذي يديره القسم الاكبر منه حزب الله حوالي 40% من الاقتصاد اللبناني، م. عمليا يعني كان هناك اقتصاد اسود قبل سنتين. وكان يعني لا يتعدى حدود ال 20% او 18% ولكن مع الازمه ومع الازمه بدأ الاقتصاد الحقيقي يضمر ويعني يذبل وتصاعد تصاعد حجم الاقتصاد الاسود الذي يعني يدخل ويخرج يعني بالاتجاهين بضائع وسلع لا تخضع لضرائب جمركيه لرسوم جمركيه ولا للضريبه على القيمه المضافه ويتم بيعها باقل من السعر الرائج في السوق لمسيلاتها وبالتالي اصبح يعني الاقتصاد الاسود الذي يديره حزب الله يعني يتنامى فيما فيما الاقتصاد الشرعي للحركه التجاريه العاديه والموردين وال المصدرين اللبنانيين بدات تتاكل قدراتهم على على التصدير والتوريد واستطاع حزب الله ان يؤمن يعني بعض السلع من ايران وسوريا وتركيا باسعار اقل وبالتالي اصبح حصه الاقتصاد الاسود من السوق هو هي بحدود ال 40% على الاقل. وخطوره ذلك على الاقتصاد اقتصاد الدوله اللبنانيه الاقتصاد اللبناني في حاله يعني انهيار تام يعني ليس هناك يعني القطاع السياحي انتهى منذ زمن الفنادق اليوم هي مشغوله ولكن بواسطه لبنانيين مغتربين يعني ياتون لزياره اهلهم هناك نوع نسبه اشغال لا باس بها في الفنادق، لكن يعني تم اقفال الكثير من المؤسسات الخاصه، الكثير من المطاعم، الكثير من محلات التسوق، الكثير من يعني الشركات يعني سرحت الكثير من موظفيها هناك قطاعات يعني بالكامل جرى اقفالها او تقليص حجمها ويعني قدرتها ليس هناك يعني اي امل لاي قطاع اقتصادي لبناني بان يصمد ليس بان ينمو او او يزدهر وانما لان يصمد يعني اصحاب المصالح الخاصه في لبنان يعني القطاع الخاص يقاتلون باللحم الحي يعني من بيروت الكاتب يعني هناك إيه الان 75 تفضل هناك فضل 75% من الـ من الـ اصحاب الاجور في لبنان لا يستطيعون تامين الماكل والمشرب والنقل 75% من الشعب اللبناني لا يستطيع من خلال رواتبه أن أن يؤمن مأكله ومشربه والنقل فقط يعني نعم. بدون دواء بدون استشفاء بدون تعليم بدون صحه بدون كذا، الوضع في لبنان يعني يتجه الى كارثه حقيقيه هذه يعني. لا يستطيع تماما ضيفي من بيروت الكاتب السياسي دكتور حارث سليمان، شكرا جزيلا لك على كل الإيضاحات التي تفضلت بها لم يكن عاشقا للقهوه محمد خليفه اول اردني يعيش بقلب مزروع بعد ان عانى لست سنوات من تضخم القلب محمد وبقلبه الجديد بدا يشعر بشقيقه الفتاه التي منحته قلبها ان حزنت حزن وان مرضت مرض ما يعزز النظريه العلميه التي تتحدث عن اختلاف في سلوك ومشاعر الاشخاص بعد زراعه قلوب جديده لهم قلب هذا الشاب كان ينبض يوما في صدر فتاه اردنيه ثلاثينيه اورثته قلبها وعاداتها ومشاعرها وحتى شعورها بحزن توأمها قبل ان ترحل. محمد خليفه في الثلاثين من عمره، اول اردني يعيش بقلب مزروع منذ العام 2018. بعد أن أصابه تضخم في قلبه القديم كاد أن يودي بحياته فأنقذته فتاة لم تبخل عليه بقلبها وتبرعت به قبل وفاتها أبوي نادى علي فاستغربت حتى ندات أبوي كانت غريبة حكي لي محمد تعال بسرعة فكان إنه تليفون من مدينة طبية إنه في قلب متبرعة ولازم تزرع فكانت إنه موافقة أو لا فاني وافقت من غير ما اتردد اهلي كانوا مترددين علشان خوفهم علي فانا ما كان عندي اي مشكله صدق أو لا تصدق محمد لم يكن من عشاق القهوة ولا حتى الكشري مع قلبه القديم لكنه ومع قلب تلك الفتاة الذي ينبض اليوم في صدره بات من عشاقها هلا في أنا زين ما أشرب يعني كنت أشرب أصلا نسكافيه فإنه هاي معلومة حبيت أحكي لكم إياها صرت أشرب قهوة كل يوم الصبح، فأنا قبل ما كان عندي هذا الروتين، فأنا صار روتين أشرب قهوة بينما المتبرع كان يحب القهوة. فهذا شيء صار جديد في محمد يشعر اليوم بما تشعر به توأم الفتاة التي تبرعت له بقلبها إن حزنت حزن وإن مرضت مرض، وفي كل مرة يدهشها باتصال، تشعر بعده أن شقيقتها لم تموت بيوم من الأيام أنا كنت متضايق كثير وانا ما كان معمل اشي دايكت مرة واحدة والقلب عندي صار يخفق غسل القلب جديد مستحيل انه يخفق الا في اشي فكان الموضوع انه اختي المتبرعة هي اللي هي اختي صارت اللي عندها كان في مشكلة بالشغل او متضايقة كتير من المدير تاعها او كذلك الامر فانا حسيت انه في اشي غلط هناك انه في اشي بزعلها فكان قلبي كتير بخفق فمرة واحدة رنيت عليها وحكيت لها انت مالك هذا حكت لي أنا هيك 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 صار معي فأنا كمان ذهلت وهي استغربت برضه. عمار الهندي الحدث عمن عم إن القلوب على القلوب شواهد وألقاكم بعد قليل قبل كل شيء نبحث وندقق ننظر للمشهد من مختلف الزوايا. نحلل تفاصيله. نتعمق لنرى الحقائق. لنكشف كل ما يدور من حولها. نربطها باحداث مختلفة. تمتد من الماضي. ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلاً بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. فنجان من القهوه قليل من الموسيقى بدايه مثاليه ليوم رائع مهلا شيء ما ينقص المشهد لعله الانتباه التاهب الاستعداد ليوم جديد حافل كسابق بوقائع احداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك حاضرك مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها النشرة الصباحية كن مستعدا في كل يوم أحداث تولد على مدار الساعة صراعات وتحالفات شعوب وحكومات خطوط تغيرت أسرار كشفت وعناوين برزت أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه فدمت عقارب الساعة تتسابق نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لتمديد تفويض إدخال المساعدات لسوريا والخيار بين ستة أشهر أو عام واحد الجيش اليمني تصدى لهجمات حوثية في البيضاء رئيس الأركان يؤكد أن المعركة لن تنتهي بسقوط موقع أو اثنين الجيش العراقي يعتقل متورطين بالهجمات الصاروخية وتقرير يعلن عودة الفرقة التي القت القبض على صدام حسين. نزيف العملة اللبنانية يتفاقم، وتقارير تكشف عن سحب حزب الله موارد الدولة بحجة مكافحة الفساد. مع إعلان طالبان سيطرتها على غالبية الأراضي الأفغانية، العديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. مشاهدينا نفتح سوية ساعة الثانية من استوديو الحدث ونبدأها من التطورات بالشأن النووي الإيراني حيث قالت وكالة بلومبرغ قالت إن الأمال تضاءلت في العودة السريعة للاتفاق النووي بعد ست جولات مفاوضات في فيينا وقالت بلومبرغ إن الجمود في مسار المفاوضات يسيطر على المشهد بسبب تقدم التكنولوجي لإيران مؤكدة أن هناك شكوكا حول ما إذا كانت اتفاقية عام 2015 ستكون كافية لتقييد طموحات إيران النووية وقالت الوكالة إن إيران كشفت قبل أيام عن تقدم كبير في برنامجها النووي معلنة أنها اتخذت خطوات لصنع صفائح وقود معدنية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وهو محظور بموجب الاتفاق النووي واعتبرت مديرة منع الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة إنه من الصعب ضمان أن تكون خطة العمل الشاملة ناجحة واتهمت إيران بأنها تعرض محادثات فيينا للخطر من خلال مواصلة الأنشطة النووية التي لا يمكن التراجع عنها بالكامل كما قالت بلومبرغ أن انتخاب رئيس متشدد لإيران أدى لتعثر المفاوضة على الفور المحادثات الايرانيه التي يبدو انها تتعثر مرتبطه بشكل كبير بالوضع الاقتصادي المتدهور داخل ايران وهو وضع من المتوقع ان يتفاقم كثيرا في حال عدم التوصل لاتفاق نووي جديد يزيل العقوبات عن طهران، فوفقا لتقرير اصدره معهد المجلس الاطلسي البحثي في واشنطن، فان التحدي الاكبر امام الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي هو المشاكل الاقتصاديه المتناميه. ذكر التقرير ان الاقتصاد الايراني تدهور بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضيه بعد انسحاب الولايات المتحده من الاتفاق النووي عام 2018. فوفقا لارقام المجلس الاطلسي، فان معدل نمو الناتج المحلي الايراني تراجع بنسبه 6% عام 2018 ثم 6.8% في عام 2019 كما قال التقرير ان معدل التضخم ارتفع الى نحو 36% عامي 2018 و2019 على التوالي كما انخفضت صادرات النفط بشكل هائل من حوالي 62 مليار دولار عام 2018 إلى 29 مليار فقط عام 2020 أي أنه انخفض أكثر من المعدل النفطي قرابة 50% وأشار التقرير إلى أن وعود رئيسي في حملته الانتخابية التي تحدثت عن منح قروض وزيادة الدعم وبناء أربعة ملايين منزل تبدو أنها غير واقعية وبحسب تقرير فإن هدف الرئيس الاقتصادية تفتقر إلى خطة مفصلة ولا تعالج التحديات الرئيسية كالتضخم وانخفاض قيمة العملة حول كل ذلك مشاهدينا ما يتعلق بالخطة الاقتصادية التي كان أعلنها إبراهيم رئيسي في حملته الانتخابية واقعية ذلك أم أنها ستبقى حبرا على ورق أرحب بضيفي من لندن الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية السيد باباك اماميان مرحبا بك معنا سيد اماميان الى استوديو الحدث وعود اقتصاديه كبيره اطلقت من ابراهيم رئيسي قروض بفائدة منخفضة زيادة الأجور بناء أربعة ملايين وحدة سكنية دعم القطاع الصحي هل له إمكانية لذلك أم أنها سياسات ستبقى فقط على الورق؟ انا اتفق معك ان كل هذا مجرد سياسه فلا يستطيع ان ينفذ اي من ذلك فليس هناك اي عوائد نفط وياملون ان الولايات المتحده ستعود للاتفاق النووي مع ايران وعندها سيتفق النفط هو يعتمد على ذلك اما الامر الثاني الثاني فهو سوء الاداره لناخذ مساله الكهرباء في ايران لديهم نفط وغاز بحاجه الى اليات لانتاج الطاقه الا انه هناك نقص كبير في ايران والناس تعيش في ظلمات بسبب نقص الكهرباء على مدى اربعين سنه لم يستثمروا ابدا في البنيه التحتيه بل هدروا المال في دعم ميليشياتهم في لبنان وسوريا والعراق واليمن والان المشكله اصبحت كبيره جدا كيف سيحصلون على المال لاعاده بناء البنيه التحتيه في ايران ان لم يستطيعوا تقديم الاساسيات كالكهرباء والماء كيف يمكن ان يصلحوا الاقتصاد طيب لماذا لا توجد خطه مفصله إن كنا نتحدث عن سعيه كما قال كي يجعل العائدات الحكومية بعيدة عن النفط عن القطاع النفطي عن عائدات النفط إذن أين الخطة المفصلة واليوم العملة الإيرانية تشهد انهيار كبير الأمر الوحيد في خطته الاقتصادية الذي قد ينجح وهو انخفاض كلفة السكن، فكل ما يحتاجونه هو الطاقة، وبالتالي يمكن أن يبنوا بيوت صغيرة، وهذا هو الأمر الوحيد. في الاقتصاد الايراني <applause> السكن ولا اتحدث عن بناء ناطحات سحاب او فنادق بل وليس ايضا بنيه تحتيه ضخمه مباني صغيره ماذا تحتاجه القطاعات الصغيره في ايران اما دون ذلك فهم بحاجه الى العمله من اجل الاليات وكذلك مشاريع مشتركه لان هناك سوء اداره في كل المشاريع البنية التحتيه بعد أربعين سنه 1.6 تريليون من عائدات النفط لا يوجد اي وحده انتاج سيد امام يعني في ظل كل ما ذكرته يبدو انه لا سبيل لتنفيذ هذه الاهداف الاقتصاديه بالنسبه لرئيسي الا بالحصول على الاموال المجمده الا برفع العقوبات الاقتصاديه عنها والعوده الى الاتفاق النووي ان كانت ايران تعلم ذلك تماما لماذا تعرقل مسارات التفاوض في فيينا هذا سؤال جيد هم يتعاملون النظام يتعامل مع البرنامج النووي على انه حرب بالوكاله مع الولايات المتحده هذه حرب وما لم تقبل الولايات الولايات المتحده بان ايران تتعامل مع هذا الامر على هذا النحو عندها سيكون من الصعب لي <applause> هذا الأمر بأن ينجح، هكذا هم يتعاملون مع المفاوضات، هي حرب بالوكالة اليوم، وهي دات تعطيهم مكانة عالية عندما يقولون أنهم يحاربون أمريكا بهذا النحو. وهل تمتلك إيران رفاهية الوقت لهذه الحرب مع واشنطن في فيينا؟ well let's look at it لننظر إلى المسألة من خلال قطاعي النفط والغاز وهي التي تحافظ على بقاء إيران قبل سبعين عام تم تأميمها والآن على مدى هذه السنوات الأخيرة تم خصخصة هذا القطاع من خلال تقريبا خمسين شركة كلهم يقولون أنهم يخسرون ولا يستطيعون دفع الرواتب للعاملين في مصافي البترول او خطوط الانتاج ان سوء الاداره باكمله موجود في كل مكان ولا اعرف كيف سيحققون ذلك علينا الا ننسى ان النظام الايراني وقياداته يعيشون في حاله انكار ولا يقبلون الواقع يعيشون في, في افتراضاتهم الخاصه وبتفكيرهم الخاص هناك أشخاص آخرين وهم يعيشون في عالم مستقل بهم من لندن الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية سيد باباك إماميان شكرا جزيلا لك في استوديو الحدث أيضا بعد قليل الخارجية الإثيوبية تعتبر مخرجات جلسة الأمن حول سد النهضة نجاحا لها منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون مراسلو الحدث قد تهدأ الأحداث قليلا ثم تفاجئنا إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساء بتوقيت جرينتش على شاشة الحدث المشاهدين نبقى مع اخر ما يتعلق بملف سد النهضه حيث اعتبر دينا مفتي المتحدث باسم وزاره الخارجيه الاثيوبيه اعتبر ان جلسه مجلس الامن حول سد النهضه تمثل نجاحا لبلاده واضاف بانه لم يكن من الصواب من مصر او السودان التوجه بملف سد النهضه الى المجلس مؤكدا ان السد افريقي ويجب مناقشته تحت مظله الاتحاد الافريقي وكان مجلس الامن شدد في جلسه خصصها لنظري في ازمه السد الاثيوبي على اهميه اطلاق حوار بناء بين اطراف النزاع اثيوبيا ومصر والسودان برعايه الاتحاد الافريقي والامم المتحده ودعت مصر والسودان المجلس الى التحرك للمساعده في حل النزاع بعدما بدات اثيوبيا هذا الاسبوع بملء خزان السد العام الثاني وكانت اثيوبيا اعترضت في جلسه امس على تدخل مجلس الامن. وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدى عشر سنوات تجنب الدخول إلى اتفاق ملزم على الرغم من إقرار مصر بحقوقها المائية كل الـ الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدى العشر سنوات الماضية الارتكان دائما إلى المظلومية التي ليست لها أساس من الواقع لتجنب الدخول في اتفاق ملزم مجرد ينظم عملية الملء والتشغيل السد مصر أقرت بحقيت اثيوبيا في اقامه السد في الاستفاده من المياه رغم ما قاله وزير الري الاثيوبي الان لم تعترض مصر على اقامه السد ولم تعترض على استغلال اثيوبيا للنيل كمورد للتنميه وانما طالبت بان يتم حمايه مصالح مصر المائيه وحمايه امن مصر المائي نحن نرحب بكل الجهود التي قد تبذل على المستوى الدولي كل الاطراف التي لها القدره والرغبه في معاونه الدول الثلاثه نحن نرى في ذلك دائما موقف ايجابي نتفاعل معه ونقبله ونامل ان يكون ذلك ايضا الموقف الروسي في مجلس الامن ودعمه للقرار تعبير اخر اما وزيره الخارجيه السودانيه مريم الصادق المهدي فاكدت في تصريحات للحدث ان عرض ازمه سد النهضه على مجلس الامن ليس لاظهار ان الازمه مساله مياه فقط بل لعرض تصرفات الاحاديه الاثيوبيه التي اصبحت تستخدم ازمه السد كسلاح هيمنه على دول الجوار نحن جينا هنا لنقول بوضوح أن الأمر ليس أمر مياه كما يخشى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو مناقشة أمر مياه من نواحي فنية كيف تكون قسمة الدول أعالي النهر وأسافل النهر إنما الطريقة التي تم بها إدارة الأمر خلال العقد الماضي وصولا لهذه اللحظة والطريقة التي تتعند بها إثيوبيا وتصر على التصرفات الأحادية أصبح الأمر استعمال لسلاح للهيمنة على 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 دول الجوار ورفضت وزيره الخارجيه السودانيه عبر شاشه الحدث العرض الاثيوبي لاستئناف المفاوضات بعد الملأ الثاني لسد النهضه لان اضراره بدات بالفعل على السودانيين ليس مقبول من قبلنا نحن الضرر آه بالنسبة لنا بدأ لذلك قلنا بوضوح في جلسة الـ الـ الأمم المتحدة الآن آه إرسال أي رسائل آه سالبة في هذا الإطار أنه مثل هذه التصرفات الأحادية المضرة آه بدولة والتي حلت وماثلة آه علينا في السودان آه سيعطي إشارات آه شديدة السلبية من حيث وصوله لاثيوبيا تعتقد انها تفعل ما تشاء وهذا امر شديد الخطوره لنقاش ذلك ارحب بضيوفي من الخرطوم الدكتور احمد المفتي العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات حوض النيل والخبير في مجال المياه ومن القاهره الدكتور أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من أديس أبابا ينضم إلينا سيد موسى شيخو الكاتب والباحث السياسي الأثيوبي مرحبا بكم ضيوفي إلى استوديو الحدث وأبدأ معك سيد شيخو هل أثيوبيا اليوم فعلا لا تستطيع إيقاف مل السد أم أنها لا ترغب بذلك؟ نعم تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفيك الكريمين أهلا طبعا أثيوبيا تتحدث منذ سنة السبب الذي يجبرها على أن تتمسك بهذا التوقيت في عملية الملء الثاني والسبب هو معروف وهو سبب موسمي استغلال فيضانات الأمطار والآن تشهد أثيوبيا هذه الأيام امطار غزيره جدا فهي تستغل هذه الفرصه لئلا يكون هناك ضرر في دوله الممر ودوله المصب فلذلك لا تستطيع ان توقف هذا الملء وايضا قانونيا لا يوجد ما يجبرها على ايقاف الملء الثاني لان هذا قانونيا لا يوجد ما يجبرها لانها بدات فعليا بالملء الثاني قبل الوصول الى اتفاقات مع مصر والسودان مع دولة الممر ودولة المصب سأعود إلى هذه النقطة تفصيلا ولكن قبلا تهربت منها الدولتان وإثيوبيا أخطرت بأنها ستبدأ الملء الثاني أعلنت ذلك رسميا والجميع يعرفون حتى قبل أن أنقل ما تقوله الاتفاقات. إلى دكتور أماني الطويل هل تهربت الدولتان حقيقة من الاتفاقات ام انهما لم ينجحا في ذلك اليوم عندما يرجع مجلس الامن الامر للنقاش تحت مظله الاتحاد الافريقي مجددا ماذا يفهم من ذلك اهلا بك يفهم الحقيقه فشل مصري سوداني مشترك في على منصه مجلس الامن رغم ان هذا الفشل قد اقرا انه من الممكن الا يكون فشلا نهائيا لان نحن جلسه الامس كانت جلسه افتتاحيه مجرد كلمات امامنا اسبوع الحقيقه ليكون هناك قرار بشان الموقف النهائي لمجلس الامن ازاء هذه الازمه فيما يتعلق بمساله اثيوبيا وتهربها القانوني اثيوبيا اخترقت اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه لان الملء يجب ان يكون باتفاق هذا الاتفاق لم يحدث وقاومته اثيوبيا مقاومه كبيره وبالتالي نعم هناك اختراق قانوني الملء تصرف احادي آه هذا التصرف الاحادي اختراق لقواعد القانون الدولي واختراق لاتفاق آه المبادئ الذي وقعت عليه آه اثيوبيا وبالتالي نحن امام آه مخالفه قانونيه وسياسيه آه آه من المطلوب ان تحاسب عليها اثيوبيا الحقيقه صحيح ان اراده مجلس الامن كما نرى وكما راينا امس قد قصرت على ان ترى ان هذه التصرفات الاحاديه اولا هي غير مسبوقه في احواض الانهار لان احواض الانهار التي نعرف هي مؤطره في اطار اتفاقات باطراف هذه الانهار والشركاء فيها. وبالتالي يعني تقديري الشخصي انه مواقف الدول كانت تعبير عن مصالح هذه الدول سواء على المستوى الداخلي او في اطار الصراع في في النظام الدولي وتماهي مع المصالح الاثيوبيه وترك لهذا الاقليم كي يواجه مصير سيتصاعد فيه التوتر الحقيقه وستدفع المصالح الدوليه بما فيها الدول الكبرى ثمنا لهذا التخاذل وهذا التجاهل آه الذي يبدو ان المجتمع الدولي والنظام الدولي لا يفهم ان تكون هناك شكوى سلميه من دول متضرره على مستوى الامن الانسانى لمئه 150 مليون نسمه ولدينا في ازمه التجري الحقيقه خبره لان الولايات المتحده لا الولايات المتحده ولا المجتمع الدولي قد تحرك في الوقت المناسب ليحجم اتجاهات ابي احمد نحو الحرب الان نحن امام وه وهذا يفتح قوس لسؤال قادم الكريم. لك حول اليوم الخيارات المصريه التي لوح بها وزير الخارجيه سامح شكري ولكن قبلا السودان كان عالق دكتور المفتي لسنوات وسط الخلافات الاثيوبيه المصريه، هل يدفع الان بعد الملء الثاني فاتوره قصر النظره الاستراتيجيه لملف سد النهضه من قبل نظام البشير اولا والسنه الاولى بالمرحله الانتقاليه بعد الثوره ثانيا؟ نعم، السودان الحقيقه بدا يدفع الثمن لانه امبارح بالامس وردت الاخبار من خزان الرصيرس بانه المياه المتدفقه نحو الرصيرس الان في 50% مما هو كان يتدفق العام الماضي، بدا السودان في دفع الثمن وهذا دفع الثمن حيتصاعد وفي تقديري انه حقيقه الفشل الزريع المني في الجلسه الاولى السودان ومصر سببه أن السودان ومصر لم يركزوا على النقطة الوحيدة اركان المفروض يركزوا عليها الا وهي اضرابات مطولة وكلام مجلس الامن في ما هي هذه ما النقطة؟ عندي. الا وهي النقطة انه هذه النقطة هي ايقاف الملأ الثاني الى حين مش لمدى زمني معين ايقاف الملأ الثاني الى حين الوصول الى اتفاق ملزم هذه هي نقطة وحيدة ولكن الكلام الطويل ومجلس ما عنده ولكن إثيوبيا قالت دي. أن أسد من الناحية التي وصل إليها هندسيا وفيزيائيا لا توجد أي طريقة لإيقاف هذا الملء دكتور المفتي لا, لا هذا الكلام غير صحيح الأخ قبل قليل قبل قليل قال أنهم هم قانونيا عندهم الحق في أن يستمروا في الملأ الثاني وهذه مغالطه لان الماده المبدا رقم خمسه من اعلام مبادئ 2015 بيقول انه الملأ والتشغيل لا يتم الا بعد الوصول الى قواعد الملء والتشغيل هذا نص واضح وصريح ولذلك اثيوبيا بتتصرف بتصرف غير قانوني موقف اثيوبيا من الناحيه القانونيه ضعيف جدا 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 وموقف السودان ومصر من الناحيه القانونيه ضعيف جدا جدا لكن السودان ومصر بيقدموا يعني قضيتهم بطريقه معيبه جدا زي ما ذكرت لم يركزوا على ايقاف الملء الثاني دي النقطه المهمه والشيء الاخر بيتكلم السودان يتكلم عن انه وصلنا الى اتفاق 90% من الامور واننا عندنا اعلام مبادئ ولذلك المجتمع الدولي قال خلاص ما أنتوا طالما عندكم اعلام مبادئ وصلتوا الى 90% لم لم يلتزم به الجانب الاثيوبي فده بيهزم بيهزم صحيح صحيح طيب سيد شيخو أه لم يلتزم بماذا؟ وزير الخالد وزير الري وزير الري السوداني قال وصلنا الى اتفاق على 90% في اكثر من تصريح فمجلس الامن امبارح في كل المداخلات تكلم عن نقطتين انه ما طال في اعلام مبادئ ملزم للدول الثلاثه وما طال في اتفاق على 90% خلاص امشوا واصلوا قدام الاتحاد الافريقي فكان مفروض يتكلموا كلام غير كذا انه ما في اتفاق وما في اعلان المبادي كان مفروض ده من مطلوبات انه كان يسحبوا توقيع على اعلان المبادي وبعدين يمشوا لمجلس الامن بعدين في خيارات استراتيجيه هل يقدم القرار تحت البند السادس ولا تحت البند السابع في تقديري التقديم تحت البند السادس من ناحيه في تقديري من ناحيه استراتيجيه خطا جدا ولكن بفتكر انه تقدم تحت البند السادس لانه البند السادس ما فيه فيتو فبتخيلوا انه كان الحصول على تسع اصوات ممكن ولكن حصل اتضح انه الحصول على تسع اصوات صعب جدا فمعناها السودان ومصر حيهزموا ديمقراطيا وبالتصويت في امام مجلس الامن انا افتكر دي كارثه ولكن لو كان القرار قدم تحت البند السابع كان في دوله انا متاكد انه في دوله الدولتين حيستخدموا الفيتو ولكن ده كان حيبيض وجه السودان ومصر حيقولوا والله يعني احنا عندنا قضيه عادله لكن الفيتو هزمنا لكن الان حيكون ديمقراطيا يتهزموا ودي مصيبه كبيره جدا ولذلك بقول انه يعني مشوا لمجلس الامن على اساس يحسن وضعهم وضعهم اكثر مما كان قبل جلسه مجلس سانقل هذه النقطه الى ضيفتي من القاهره بعد قليل ولكن قبلا سيد شيخ اليوم اثيوبيا تتحدث عن جوله تفاوضيه بعد الملء الثاني. إن كانت الأطراف لم تنجح في الوصول إلى اتفاقات قبل الملء الثاني على أي أساس تدعو لجولة قادمه ان كانت حتى طبيعه اداره المياه بعد هذه المرحله ستتغير تماما. نعم اولا مطالبه مجلس الامن بايقاف الملء الثاني واثيوبيا تتحدث اصلا ان انعقاد الجلسه هو مضيعه للوقت ثم طلب من مجلس الامن بان يوقف الملء الثاني هو كله تحركات سياسيه وضجه اعلاميه واتفاقيه اعلان المبادئ تنص على ان الملء جزء من عمليه التشييد فالمفاوضات تسير جنبا الى جنب مع عمليه التشييد يعني لا لا يعني تفاوضات معي. بلا افق سيد شيخو تفاوضات دون الوصول الى رؤيه مشتركه الى اتفاقات ما جدواها الرؤية المشتركة حصلت قبل أن تسيس الدولتان، المفاوضات وصلت إلى 95% وانتهت تقريباً. وهذا ليس بشهادة أثيوبيا، هذا بشهادة مصر والسودان. لكن ربط موضوع سد النهضة بمواضيع أخرى، بمواضيع الهيمنة والصراع على النفوذ وما إلى ذلك، مما لا يفكر فيه الأثيوبيون بتاتاً، نحن نفكر هنا متى يحصل الأثيوبيون على الطاقة الكهرمائية 60% من الأثيوبيين ولدولة الممر ودولة المصاب الحق في إبداء القلق والمخاوف خاصة ما يتعلق بمواسم الجفاف لا والجفاف لا الممتد يعني لا ما يتعلق في, في, في النيل يتعلق بتسعة دول ليست فقط أثيوبيا سيد شيخو. في نقطة الثاني مصر وافقت على نقطة الملأ الثاني في اتفاقية اعلان المبادئ موجود وموجود في تقرير الخبراء وموجود في اتفاقية واشنطن التي وقعت عليها ولم توقع عليها اثيوبيا فالان التركيز في نقطة الملأ الثاني هو كله تحرك سياسي يعني مطالب سياسية ليست فنية لا يوجد هناك ضرر ذو شان الدكتور احمد المفتي تحدث عن نقص في سد الروسيرس هذا حصل في العام الماضي ايضا لكنه ضرر ليس ذو شان فمن الطبيعي ان يوجد هناك نقص هذا بالتقييم في لكن يعني ضرر. ليس ذو شان ولكن التقييمات فيما يتعلق بالجانب السوداني هي متروكه لوزاره الري السودانيه ساعود لك بنقطه اخرى تتعلق بالتصعيد الاثيوبي اليوم إلى أين يمكن أن ينقل الملف إلى أي مربع ولكن قبلاً دكتوره أماني وزير الخارجيه المصري سامح شكري تحدث البارحه أن السد خطر وجودي، هل يفرض واقع جديد اليوم على مصر، واقع لخيارات جديده تصعيديه جديده؟ نعم بالتاكيد الواقع الان دعيني في البدايه اقول ان مساله وقف الملء هي كان مطلبا موجودا وموجود في مشروع قرار تونس يعني حتى لا نقول ان احنا لم نطالب بوقف الملء لا طلبنا بوقف الملء هناك امكانيه فنيه له بالتاكيد لكن هناك تعنت اثيوبي في المقابل الان المشهد نعم مصر والسودان امام خيارات جديده وعليهم ان يرتبا اوراقهما بجديه وانا اناشد الحقيقه السودان ان يكون لها موقف استراتيجي لان حتى الان وبملاحظه حديث السيده مريم الصادق المهدي الى قناتكم الحدث يعني فكره التارجح السوداني ما بين مصر والسودان بين مصر واثيوبيا انا اظن انها دفعنا ثمنها سابقا حينما تاخر الادراك السوداني عن بلوره طبيعه الاخطار على السودان من من سد النهضه، الان نواجه الموقف من جديد على وقالت السيده مريم الحقيقه هذا السد يقينا خطر الفيضان، فهل الفيضان هو الخطر الاكبر ام القنبله المائيه هي الخطر الاكبر؟ هذا سؤال استراتيجي يجب ان تجيب عليه السودان فيما يتعلق بطبيعه الاضرار الواقعه عليها، لان بالتاكيد حينما يحسب الموقف السوداني بتحالف حقيقي وواقعي لا تتملص منه السودان في اي وقت هذا موقف بالنسبه لمصر وموقف اخر يرى السودان متارجحه وبالتالي لا يتم التعويل عليها، هذا هذه حسابات اخرى، فانا اظن انه يجب ان تحسب السودان حساباتها بدقه شديده، انا اعلم ان هناك ازمه في الهويه السودانيه، هذه الازمه منعكسه على مساله سد النهضه وهناك مكون سوداني من اصول افريقيه ينحاز او يعني يميل عاطفيا الى اثيوبيا بغض النظر عن مساله سد النهضه وتداعياته. وهناك مكون طيب. في في الشعب السوداني اصله من من العرب وبالتالي يميل الى مصر ربما هذه ازمه خطيره الحقيقه ان تؤثر مساله الهويه ومشاكل الهويه في السودان على مشروع هو في الحقيقه تهديد هذا ان كان السودان. لهذه المكونات راي بالاساس فيما يتعلق بهذا هذا الملف دكتور الطويل ولكن عفوا سي... لم اسمعك هذا إن كان لهذه المكونات أي رأي حول هذا الملف يؤخذ به من قبل اليوم الحكومة الانتقالية ولكن سيد المفتي تجديد الجانب الأثيوبي على أن السد يجعل السودان أقل عرضة للفيضانات عبر تنظيم تدفق المياه هل هذا الأمر يلغي أن للسد مخاطر جمة على السودان مخاطر كبرى خاصة على المناطق في شرقي السودان؟ أنا في تقديري أي كلام عن منافع المسؤولين السودانيين بيرددوا السد عنده منافع لكن عنده مضار لكن كلنا نعلم أنه الخمر عندها منافع وعندها مضار ولكن لأنه ضرر أكبر من نفعها حرمت ولذلك أي كلام عن منافع في سد النهضة من الجانب السوداني ده كلام بصوف في مصلحة إثيوبيا ولا يجوز يعني إطلاقا الحديث عن هذا الموضوع لأنك إذا كان في تهديد لحياة 20 مليون ده بالإضافة إلى الآثار البيئية وده بالإضافة إلى أشياء كثيرة جدا فما ما الذي يعني يفعله إذا كان في منافع هنا أو هنالك ولذلك هو ضرر محض ولا بد فعل السودان إنه يكون ليس السودان فقط اليوم رسمياً يتحدث عن, عن المنافع يعني أبي أحمد بنفسه تحدث ويتحدث مراراً عن منافع هذا السد بالنسبة للسودان لجهة التقليل من مواسم الفيضان المدمرة هناك طبعاً من حقه أبي أحمد يتكلم من حقه يقول منافع نعم مم. يقول ما عنده اي مضار لكن يتكلم عن السودان كيف هي. يجوز له يتكلم عن منافع وهو عنده ضرر ماحق انا ذلك قصدت وقصدت انه لما يتكلم عن يقاف السد يقاف الملعب الثاني المفروض تكون النقطه الوحيده هي وردت يعني ضمن النقاط كده في مشروع القرار ولمده محدده الايقاف لمده محدده طيب ما لمده محدده اثيوبيا طوال المده المحدده ما حتتفق معك وتنتظر المده اول ما تنتهي تبتدي في الملأ الثاني ولذلك انا افتكر ما تركز على النقطه الوحيده المهمه واللي هي ايقاف فورا ايقاف الملأ الثاني الى حين وليس لمده محدده وليس الى ايوه وليس الى زمن محدد كما يشير مشروع القرار يتقدمه السودان ومصر وقدمته تونس ليه لمده محدده؟ لمده محدده ما اثيوبيا ما ما يتعاون في المده المحدده دي عشان تصل الاتفاق وبالنسبه لاثيوبيا كانها تستمر في الملأ الثاني، لذلك الملأ الثاني الى حين الوصول الى اتفاق، ده المطلوب سيد شيخو بالنسبه لاثيوبيا كل هذه التصرفات الاحاديه لماذا لا تخشى من تصعيد الجانبين المصري والسوداني؟ على ما تراهن في هذا الملف؟ اثيوبيا تراهن على حقها وفي استخدام مواردها المائيه اخذة في الاعتبار عدم الحاق الضرر بدولتي الممر بدوله الممر والمصب فالضرر السوداني حديث يعني تحيطه شيء من الضبابيه كان هناك مطلب سوداني وحيد ومعقول وهو تبادل تبادل المعلومات بحكم قرب سد الروسيرس من سد النهضة فهذه المطالب أثيوبيا كررت مرارا وطالبت السودان حتى أن يشترك في عملية المل ويفد خبراء وقالت أنها مستعدة لتزويد السودان بكل المعلومات التي يريدها والسودان وضع شروطا تعجيزية حالت دون تبادل المعلومات والآن السودان ليست لديه قضية مبدئية في موضوع سد النهضة فكل ما يجري الآن هو أمور سياسية من السهل أن يعمد السودان إلى أن يطلع على البيانات والمعلومات حتى لا تتضرر السدود التي أسفل سد النهضة هذه هي المشكلة الوحيدة فقط أما ما يقال من التهويل والتضخيم عن عشرين مليون سودان وهذا كله أتت بعد التطورات أو التغيرات التي حدثت في السودان فكان السودان يتفاوض بحسن نية و هذا وقت البشير يعني كان يتفاوض بحسن نيه غير معتبر لكل المخاطر التي تحيط بهذا الساد اليوم واقع ان هنالك مرحله جديده في السودان يفرض النظر باستراتيجيه الى هذا الملف، سيدة اماني الطويل حديث وزير الخارجيه المصري سامح شكري ان لمصر الحق في صون ما تعتبره حقوقها المائيه، في صون حقوقها بمعنى ادق هل هو تلويح بالخيار العسكري؟ يعني الحقيقه ليس سرا لان المؤسسه العسكريه المصريه نفسها علي لسان المتحدث العسكري قبل ايام قالت لا تختبروا الجيش المصري قبل ذلك قال الرئيس السيسي من يريد ان يجرب الاعتداء على تدفقات المياه الوارده الى مصر فليجرب يعني احنا الحقيقه رصدنا عدد من المؤشرات الاساسيه في هذا السياق من جانب الدائرة الضيقة لصناعة القرار ومن جانب القوى المؤثرة في صناعة القرار المصري الرسمي وخصوصا القوى الصلبة ف يعني يكون من الطبيعي ان يقول وزير الخارجيه المصري مثل هذه الكلمه وانا اعتقد نعم انه تلويح من القاهرة الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومن أديس أبابا السيد موسى شيخ الكاتب والباحث السياسي الأثيوبي ومن الخرطوم ضيفي الدكتور أحمد المفتي العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات حوض النيل والخبير في مجال المياه شكرا لكم ضيوفي على الإيضاحات التي تفضلتم بها تتابعون فيما تبقى من استوديو الحدث لهذا اليوم السلطات الطبية الأمريكية لا توصي بجرعة ثالثة من لقاح فايزر حالياً تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على اخر. ما يهمنا ان نبقى نقطة تواصلك مع الاحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث. بالدقة والتفاصيل التي تهمك. حتى تقوم بالقرار السليم عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أحداث تولد على مدار الساعة. صراعات وتحالفات. شعوب وحكومات. خطوط تغيرت، أسرار كشفت، وعناوين برزت. أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه فدمت عقارب الساعة تتسابق نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله من جديد مشاهدينا قالت روسيا انها مستعده للرد على اي تصعيد عسكري يهدد طاجكستان من افغانستان فيما نقلت وكاله الاعلام الروسيه عن حركه طالبان قولها انها تبحث احتمالات وقف اطلاق النار مع الحكومه في كابول وقالت الخارجيه الروسيه ان قاعدتها العسكريه في طاجكستان استنفرت لمواجهه اي تهديد كما قالت ان طالبان تسيطر على ثلثي الشريط الحدودي بين افغانستان وطاجكستان ودعت موسكو اطراف النزاع في افغانستان الى ضبط النفس من جانبه قال وفد طالبان في موسكو ان 85 من اراضي افغانستان تحت سيطره الحركه كما اكد الوفد على ان الحركه لن تسمح لداعش بالتمدد في افغانستان وستحاربها يا شارقه ينضم الينا السيد نور سيلاب كبير مستشاري رئيس المجلس الاعلى الافغاني للمصالحه الوطنيه لشؤون الوطن العربي مرحبا بك معنا سيد سيلاب الى استوديو الحدث واليوم بايدن دافع عن الوتيره المتسارعة لخروج القوات الأمريكية من أفغانستان تزامنا مع تمدد طالبان وسيطرتها على مناطق شمال أفغانستان كيف تنظر إلى ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن إلى الآن وزارة الدفاع الأفغانية لم تؤكد صحة الأخبار التي تناقلتها وكالة الأنباء أن طالبان تسيطر على الحدود مع تاجيكستان وطبعا الروس ايضا لن يجلسوا مكتوف الايدي هناك عندهم قلق شديد جدا وهذا هو كان الخطر الوحيد الذي كانت روسيا تخاف منه ان الامريكان عندما ينسحبون سيحاولون بشتى الوسائل ان يجمعوا هذه المجموعات الارهابيه على حدود تاجكستان واوزبكستان للانطلاق من هناك لزعزعه الامن والاستقرار في تلك الجمهوريات. الامريكان طبعا انسحبوا ودون أن يخبروا الحكومة الأفغانية على الأقل إنما كانوا يشردون من قاعدة باجرام كان المفروض أن يحتفلوا بهذا اليوم أننا عشنا عشرين سنة في هذا الوطن وأن يقولوا أننا أنجزنا شيئاً من تلك الأشياء التي كنا نريد أن نحققها في أفغانستان ولكن دون أن يخبروا وزارة الدفاع دون أن يخبروا القيادة الأفغانية مجلس الأمن الوطني ورئيس الجمهورية أو على الأقل أن يحضر واحد من كبار المسؤولين يوم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتنزيل أعلامهم من هناك ولكن يشردون بهذا الشكل معناها انهزموا هؤلاء والان يريدون ان يتركوا المنطقه للجماعات المسلحه غير مسؤوله وهي التي ستقوم بزعزعه الامن والاستقرار في افغانستان وفي تاجكستان واوزباكستان هذه الجماعات طبعا عندما اثبتت انها غير قادره على اداره الدوله ما عندها مخطط سياسي واداري لمستقبل البلاد فلا تريد ان تستمر في الحكم لا تريد ان تشارك الحكم اقصد فلهذا هم يستمرون في المعارك فإذا كانت هذه الحركة دخلت في الحكم وأصبحت جزء من النظام فلن يكون لها أي دور عشوائي سوقي هكذا في الولايات الأفغانية أو على الحدود مع دول أخرى ولكن هؤلاء همهم وغمهم فقط الاستمرار في المعركة الاستمرار في الدمار والخراب والتفجير ولهذا لا يوجد هناك خطة لمستقبل البلاد عندهم هذا هو السؤال يجب أن نسأل الطالبان ماذا عندكم عندما تسيطرون على مكان ما هل هناك خطة لإنقاذ تلك المنطقة للحفاظ على الأمن والاستقرار للحياة اليومية الموجودة فيها واليوم ما هو مدى خطورة افتقار القوات البرية الافغانية الى الدعم الجوي الامريكي؟ هناك مشكلة تقنية اخرى ايضا كثير م. من الشباب الذين كانوا في القوات المسلحة الافغانية كانوا تابعين لقادة محليين في تلك المناطق وهؤلاء القاده لمساعيهم الشخصيه بعضهم تنازلوا عن بعض المناطق، بعضهم اقنعوا شبابهم ان ينسحبوا من المناطق لانهم قاده تلك المناطق استلموا رواتب واستلموا اموال، من اين جاءت هذه الاموال بهذه الكميه عندما توزعها حركه طالبان التي بنفسها تجمع التبرعات امام المساجد، هل هي جمعت مليارات حتى توزعها للقاده لتسليم المناطق لهم او ان يقنعوا شخص ما في الحكومه او في تلك الولايات في مجالس الولايات أن يقنعوا قيادات الجيش ويدخلوا من الداخل لإسقاط تلك المناطق معناها أن هناك أيضا مشاكل تقنية وإدارية في الجيش الأفغاني وهذا الذي أدى إلى سقوط بعض المناطق والآن يجب على القوات المسلحة ووزارة الدفاع إعادة الصياغة للقوات المسلحة عسرنة الأسلوب وأن يتمكنوا في المستقبل من أي نوع من هذه الاختراقات التي تحدث أن يمنعوها ويقفوا سدا في وجهها وما صحة الأخبار التي تتحدث عن فرار جنود أفغان من القوات الأمنية تجاه تاجكستان في أو من المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان سمعنا هذا أن هناك أعداد من الجنود قد دخلوا إلى تاجكستان وأعداد أخرى دخلوا إلى الحدود الإيرانية عندما طالبان حاولت الهجوم على منفذ إسلام قلاع على الحدود مع مشهد ولكن هذه للآن وزارة الدفاع لم تؤكدها مم. ووزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا مثل هذه الأخبار وأنا طبعا بعيدا الساحة ولا أدري ماذا طيب. هناك ولكن طيب سيد سيلاب القائد الأعلى للقوات الأمريكية لم يستبعد قيام واشنطن بضربات جوية ضد طالبان في حال استمرارها في عملياتها هل من المنتظر أن تستخدم القوة النارية واشنطن حتى مع عمليات الانسحاب توازيا مع عمليات الانسحاب طبعا حسب اتفاق الدوحة بين الأمريكان وطالبان أن طالبان يجب أن تخفف العنف تخفف المعارك وان لا تقوم بالمعارك اصلا ولا تستهدف المدن فهذا هو كان اتفاقهم الامريكان عندما وقعوا معهم اتفاق واستمروا في المحادثات معهم اكثر من الف من, من تقريبا سنه ونصف فالطالبان اخترعت كل هذه اخترقت كل هذه الاتفاقيات ولم تلتزم بها فالان الامريكان ما زالوا موجودين يعني هناك 600 جندي امريكي موجودين في العاصمه لحمايه املاك السفاره ومكتب المساعدات الامريكي اليو اس وهؤلاء لن يغادروا بهذا الأسلوب الفوري من السفارة لأنهم يخافون أن تنتقم جهات ما بدعم روسي من إحراق السفارة الأمريكية كما قام المجاهدون بدعم أمريكي في 1992 بإحراق السفارة الروسية في كابل فهؤلاء موجودون ويجب أن يشاركوا ويجب أن أيضا يلتزموا بتعهداتهم الحكومة الأفغانية عندما وقعوا في الف في 2014 الاتفاقيه الاستراتيجيه للدفاع عن الديمقراطيه والجمهوريه والنظام القائم في افغانستان نعم. الان وقتهم ان يفوا بوعودهم من الشرق السيد الله نور سيلاب كبير مستشاري رئيس المجلس الاعلى الافغاني للمصالحه الوطنيه للشؤون الوطن العربي شكرا جزيلا لك اكدت اداره الغذاء والدواء ومراكز السيطره على الامراض والوقايه منها في الولايات المتحده ان الاشخاص المطعمين بشكل كامل لا يحتاجون إلى جرعة منشطة حاليا وذلك بعد ساعات من إعلان شركة فايزر الأمريكية وشركتها الألمانية بايونتك عن نيتهما طلب التصريح الطارئ لمنح جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا وجاء في البيان المشترك أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل محميون من المضاعفات الخطيرة والوفاة بما في ذلك من عدوى المتغيرات الجديدة المنتشرة حاليا مثل دلتا بعد فشل هدف تطعيم 70% من الامريكيين ضد فيروس كورونا قبل عيد الاستقلال، حث الرئيس الامريكي جو بايدن مواطنيه على اخذ اللقاحات ليتمتعوا بالحمايه ويبعدوا الخطر عن مجتمعاتهم ولزياده نسبه التطعيم، اعلن بايدن خطه جديده في مواجهه الجائحه. المتحور دلتا من فيروس كورونا وتردد امريكيين بالحصول على اللقاح يعرقلان خطط الرئيس جو بايدن لمواجهه الوباء فهدف تلقيح 70% من الشعب الامريكي بحلول عيد الاستقلال لم يتحقق ليعلن بايدن ان نحو 160 مليون امريكي سيحصلون على اللقاح الكامل نهايه الاسبوع الجاري رقم يشكل تقريبا نصف عدد الامريكيين نميل إلى التركيز على هذا الرقم السحري مثل 50 أو 70 في لكنه يعتمد كليا على احتمالية اتصال كل فرد إذا لم يتم تطعيمه بالشخص الذي يتنفس الفيروس <applause> وفي ظل تفشي سلاله دلتا لا سيما في الولايات الجنوبيه وبعض الولايات الغربيه التي تشهد انخفاضا في نسبه عمليات التطعيم يحاول الرئيس من خلال خطه جديده من خمس نقاط اقناع المترددين بالحصول على اللقاح فهي تتضمن ارسال الاشخاص الذين يعطون اللقاح الى ابواب المنازل توفير الجرعات لاطباء العائلات الذين يقدمون الرعايه الاوليه تمكين الحصول على اللقاح في الصيدليات المحليه انشاء عيادات لاعطاء اللقاح في اماكن العمل حث ارباب العمل على دفع بدل الوقت الذي يغادر العمال خلاله عملهم ليتلقوا اللقاح وبخصوص فعالية اللقاحات أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي أن لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون أن جونسون قادرة على مواجهة سلالات فيروس كورونا ومنها متحور دلتا الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص كما أخبرتكم قبل قليل هو أرجوكم خذوا اللقاح لأنه سيحميكم ضد المتحور دلتا من جهته اوضح مركز السيطره على الامراض والوقايه منها ان سلاله دلتا مسؤوله عن اكثر من نصف حالات الاصابات الجديده في الولايات المتحده مؤخرا. رغم الخطه التي اعلن عنها بايدن، ذكرت وسائل اعلام محليه ان خبراء في مجال الصحه العامه عبروا عن قلقهم لان الاداره ليست نشطه بما يكفي فيما يسميه الرئيس جهد الحرب لتطعيم البلاد. حسين الطود الحدث. انتهت حلقه اليوم من استوديو الحدث مشاهدينا نلقاكم غدا في حلقه جديده الى اللقاء على بعد 5 كيلو من مركز محافظه البيضاء بيضاء بسم الله باقي <applause> على البيضاء الا خطوات الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم نحن في موقع المسحر هذا امامك جامعة الضحاكي تمام اخر جبل يطل على على مركز مدينة البيضاء في حدود 6 كيلو من